السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت أسألك سؤال في الطلاق يا عم الشيخ، صوت غير واضح. هسأل سؤال في الطلاق. اسألي تفضلي. أنا زوجي اتصل عليا بالتليفون وقال لي أنا طلقتك وهو لم يطلق. تاني مرة قال أمام إخوته عليه أنا طلقتها، أنا طلقتها خلاص. تاني مرة، ايه تالت مرة قال والله هطلقك، أصلا أنا مطلقك وأنا في نيتي إن أنا هطلقك، لا والله هطلقك والله هطلقك، أصلا أنا مطلقك ايوه وأنا في نيتي إن أنا هطلقك. نعم. سؤال تاني يا عم الشيخ. طيب لحظة، خذي الأول، السؤال الأول مهم، ده أنت مشكلتك كبيرة يعني. الأول أنا طلقتك محسوبة تطليقة، قوله بس هو لإخوانك أنا إذا كان طلقتها وإن كان كاذبا، قول الرجل لامرأته أنا طلقتك محسوبة تطليقة، وقوله لإخوانك أنا طلقتها محسوبة تطليقة، والقول الثالث والله أطلقك أصلا أنا مطلقك، ينظر إلى نيته فيها، إن كان قصد أنه طلقك فعلا ستكون الثالثة فيسأل فيها. بارك الله فيك. ما السؤال الثاني؟ يعني عليك تطليقتان والثالثة يسأل فيها الزوج. طب إذا كان بيقول لي نيته مش طلاق، لا أنا طلقتك لا تحتاج إلى نية، لا في الأخيرة خلاص الأخيرة لا تحسب إذا قال نيتي ليست طلاق. هو بيقول لي نيته مش طلاق. خلاص انتبه انت وما تعيشوش في الحرام يا اختي انت. طب وهل المفروض ان انا اصدقه على طول اول ما يقول لي نيته مش طلاق، ولا خلاص في الاخيرة، في الاخيرة نصدق. في الأخيرة؟ في الأخيرة هل ايوه المفروض ان انا اصدقه على طول قبل ما قال لي نيته مش طلاق؟ خلاص نعم. طب الزهار المعلق اللي هو تحرم عليا زي ام واختي ما تمسك موبايل تاني، وبعدين كفارة تاني زهار، اكثر عليه كفارة زهار. كفارة زهار. نعم. طيب في الطلاق المعلق، هل الأخذ برأي ابن تيمية في الطلاق المعلق يعتبر رأي شاذ؟ لا مش شاذ. لأن في شيخ بيقول لي إن كده يبقى حرام، لازم آخد بالأحوط. لا لا ليس علي الأحوط؟ لا ليس بشاذ. ماشي. طب هو كفارة الزهار لو وقعت عمها 60 مسكين خلاص كده؟ لا إذا كان يستطيع الصيام صام أولا. هو بيصوم رمضان بس قال أنا مش هصوم 60 يوم. إذا هو كان قوي بيصوم يستطيع الصيام صام يا أختي، لا يتجه إلى الإطعام إلا عند العجز. نعم.